تمام، ان شاء الله احنا هنتكلم على نوع محدد من البريك ووترز في المحاضرة دي، وهناخد اكزامبل عليه المحاضرة الجاية ونحله مع بعض، اللي هو الروبال ماوند بريك ووترز. هاخد انترودكشن بسيطة كده عن البريك ووترز عامة، وطبعا خطوات التصميم زي اي منشآت تاخدنا، وزي ما كنا بنتكلم في تصميم عمار راي، هو الخطوات الأساسية هيدروليك ديزاين في الأول، وبعد الهيدروليك ديزاين بنعمل ستراكشر ديزاين، وفي بعض بقى كمان شوية حاجات هنقولها عن الكونستراكشن كونسيدريشن، يعني الحاجات اللي لازم نراعيها في الإنشاء، بما إن ده منشأ ملاحي بيبقى موجود في مكان وليه خدمات معينة، ففي حاجات بعض الحاجات اللي هتاخدها في الاعتبار. ده المفروض اللي إن شاء الله انتوا هتبقوا مطالبين بيه. من جوه الحاجات دي في حاجات مش هنقولها، يعني هناخد من كل حاجة معادلة واحدة بس ازاي نحسبها، بقية الحاجات مش هنتكلم عليها بالتفصيل يعني. تمام، فاحنا بنتكلم على الروبال ماوند بريك ووترز. النوع ده اللي هو من انواع البريك ووترز او المنشآت اللي بتسد بتقف في اتجاه الامواج او بتسد الامواج. النوع ده بيتميز ان هو نوع تساقلي، يعني بيعتمد على أساس وزنه كاتزان، وحجر بيتكون من حجر كبير، فالحجر الكبير ده هو بيبقى ده الحاجة الأساسية اللي بتقف في اتجاه الموجة وبتكسر الموجة اللي جاية وتمنعها إنها تدخل جوه الشاطئ أو جوه الميناء وتبهدل الدنيا جوه. ده أحد الأشكال بتاعته. في انواع تانية من بريك ووترز بدأوا يستخدموها حديثا، وانواع كتيرة جدا، وكل شوية بيحصل ريسيرش عشان يجيبوا انواع احسن وتكسر الموجة بشكل اكتر، وتشوف الانرجي بيقلل الانرجي بدرجة قد ايه. ففي انواع كتيرة جدا بدأوا العلماء شغالين فيها. اغلب الانواع الجديده اللي بداوا يعملوها بتتميز انها بتبقى ما بتاخدش المسافه دي كلها ولا المساحه دي كلها، هي بيبقى في الاغلب بيبقى حاجات إلى حد ما منشآت أشكالها مختلفة، وممكن بتعتمد أكتر على الميكانيزم بتاع الموجة وإزاي تكسر الموجة من غير ما أعمل منشأ كبير زي المنشآت البريك ووترز اللي هي النوع التقليدي اللي احنا بنتكلم عليه ده، اللي هو طبعا أكتر الأنواع المستخدمة. النوع ده بيتميز انه في الاول في جزء مايل اللي بيبقى مواجه للشط، يعني احنا عندنا المفروض ان انا بحط المنشأ ده عشان احمي من الموج، فالمفروض الموجة بتبقى جاية لي من اتجاه من ده مثلا، والاتجاه التاني ده المفروض ده شط، ده ميناء، ده جزء او ده قارب، ده مكان انا عايز احميه. فالطبيعي ان الموجة بتيجي من اتجاه وبنحمي اللي ورا الموجة، اللي ورا المنشأ نفسه ده، المفروض المنشأ ده موجود عشان يحميه من الموجة ما تجيش هنا وما تبوظش الشط ما تدخلش، يعني انا عايز احمي الجزء اللي هنا ورا الايه ورا البريك ووتر. ففي ده او النوع زي ما احنا قلنا، النوع ده بيتميز ان هو فيه اسلوب، الجزء بتاعه اللي مواجه للموجة بيبقى اسلوب مايل يعني. و النوع ده مستو كمان ان هو سهل في الانشاء، مش محتاج يعني مش ما فيهوش ميكانيزم ولا في حاجه، وكل اللي بيحصل ان هو بيجيبوا انواع مختلفه من السويل بالدرجات حبيبات مختلفه وبيقعد يحطها فوق بعض، فما فيهوش يعني ميكانيزم ولا في يعني خبره عاليه ولا حاجه، الموضوع سهل لحد ما في الانشاء، حتى في الريبير بتاعه يعني لو حصل مشكله ولا حاجه سهله، ان يعني شويه هيحصل ان في مجموعة حجر هتتحرك او هيحصل لها انهيار من مكان، فبيحصل احلال للمكان ده وخلاص يعني، برضو حتى الريبير بتاعه موضوعه سهل مناسب طبعا للاعماق كبيرة، يعني ممكن يستخدم لحد اعماق 15 و16 متر، ودي من ميزته. فده اللي ممكن نقوله على النوع ده من حواجز الامواج. بيتكون من ايه الحاجز ده؟ بيتكون من حاجات أساسية. أول حاجة اللي هو الكور، هتلاقوا تقريبا الشكل ده لو انتوا خدتوا السدود هتلاقوا تقريبا الشكل بتاع السد المتعارف عليه،
هو في الكور اللي هو الجزء اللي هو قلب المنشأ، ده المفروض موجود عندنا اللي هو رقم 6 ده. بعد كده عندي مجموعة من الطبقات فلتر، ممكن تبقى طبقة واحدة فلتر أو ممكن تبقى طبقتين أو ثلاثة على حسب بقى الفلتر هو عامله إيه. فعندي كمان الفلتر اللي هي الطبقة اللي في النص دي، الفلتر دي وظيفتها إنها تمنع الكور ده بيبقى في الأغلب مادة ناعمة، أنا مش هعمل كل ده حجر كبير، بيبقى في الكور ده بيبقى مادة ناعمة فاين سويل، فالفلتر وظيفته إنه يمنع المادة الناعمة دي إنها تطلع بره ويحصل لها إيه، أصل لو المادة الناعمة دي طلعت أو المية دخلت لها فاللي هيحصل إن هيحصل إيه، هيحصل سكور ليها والمادة الناعمة دي هتروح. فدي وظيفة الفلتر إن هو إيه، يحجز المادة بتاعة الكور هنا ويحافظ عليها. فوق الكور الحجر اللي هو الكبير ده، وده اللي هو الأساسي، ده اللي هو أصلا اللي إحنا بنستخدمه، ده المفروض ده اللي بيسد اللي بيقابل الموجة، وده اللي بيستحمل الخبطات بتاعتها. فدي الطبقة الأرمور لير اللي هي رقم 1 دي، دي الطبقة الأساسية اللي هي مقابلة للموجة، ودي اللي إيه اللي بتواجهها يعني. نهاية الأرمور لير ما بينفعش أنهيها على طول، فبزودها شوية، فعندي إيه بزودها المسافة هنا أفقية، بحيث إنها زي ما بنيجي نيجي نعمل دبش أو أي حاجة حجر على المايل، ما ينفعش أجي على آخر المايل وأوقفها، بمشي كمان مسافة أفقية وبعدين بوقف زي الشكل ده. فوق عندي في حاجة اسمها كريست أو الهامة، ده في البريك ووتر من فوق. وعندي تحت خالص حاجة اسمها التوي، برضو التوي أو القدمة ده وظيفته ان هو يعمل اتزان للارمور لاير دي، ما يحصلهاش انهيار ولا انزلاق ولا يعني، في حاجات كتيره ممكن تحصل، احد اشكال الانهيارات ان الحجر ده مع خبطه الامواج ومع ان في موجه بتطلع وفي موجه بتتكسر على الموجه دي ونتيجه القوه اللي بتتولد هنا، فممكن يحصل انهيار للحجر ده وينزل لتحت. فالادمه وظيفتها والهدف الاساسي منها انها تعمل اتزان للجزء ده في نهاية البريك ووتر. فأنا عندي زي ما قلنا كده البريك ووتر بتكون من 4 حاجات، الأرمور لير وطبقات الفلتر سواء إذا كانت طبقة أو أكتر، والكور والأدمة والكريست، المفروض يعني يبقوا 5، الأدمة حاجة والكريست حاجة، فأقول نقول 5 حاجات لأن دي تصميمها مختلف عندي. طبعا دي مميزات اللي احنا لسه قايلينها، مميزات النوع ده من البريك ووترز، طبعا زي ما قلنا كده ان هو نوع سهل الانشاء وممكن يتعمل في اي تربة، لان زي ما احنا انت بتعمل مش محتاج، انت بتعمل منشأ تساقلي مساحة القاعدة بتاعته كبيرة جدا، فبالتالي الفاونديشن اللي محتاجها كبيرة، فما بيبقاش فيه ستريس على التربة، فممكن اي نوع تربه حتى لو التربه دي ناعمه قوي، رمله ناعمه او البيرنج كاباسيتي بتاعتها قليله، النوع ده من المنشآت ممكن بيبقى مناسب ليها، بعكس طبعا المنشآت التانية اللي بتبقى فيرتيكال وبالتالي مساحه ساعات بتبقى عباره عن بايلز محطوط عليها حاجه من فوق، فطبعا عشان يحط بايلز ويثبتها على القاعده لازم يبقى الاساسات تقدر تشيلها، وفي الاغلب لو الاساسات ضعيفه بيضطر يعمل لها ايه بايلز نفسها كمان تشيل، ولازم تبقى برضو التشيك بتاع السويل انها تقدر تتحمل او تقدر تتعامل مع هذا النوع. فده عيوب الانواع التانية اللي ممكن تبقى vertical كاين، ما بتحتاجش مسافة واسعة طبعا وقليلة، بس بتحتاج اكتر الانشاء بتاعها ما بيبقاش سهل، بيبقى فيه شوية بيحتاج ميكانيزم وبيحتاج معدات وبيحتاج خبرة في التنفيذ أكتر، وكمان بتحتاج كمان تشيكات على السويل إنها تقدر تتحمل ولا لأ. وبعكس النوع ده لأن ده مناسب لأي نوع تربة، مناسب كمان للبيئة، ما فيهوش أضرار للبيئة خالص زي ما قلنا،
مناسب لارتفاعات المية، حتى لو ارتفاعات كبيرة لو حصل أي دمج لأي جزء إن أنا أعمل ريبير ليه، موضوع سهل مش صعب. فدي مميزات النوع ده من البريك ووترز. عيوبه طبعا زي ما انتم شايفين كده، المفروض ان ده منشأ تصاقل، اي منشأ تصاقلي بيبقى كبير جدا، حجمه كبير، فبالتالي محتاج كمية كبيرة جدا من المواد، حجمه اولا، وثانيا محتاج طبعا كمية ماتيريال كبيرة. الحاجة الثالثة ان انا لازم الارمور لير او الطبقة اللي بتبقى حامية بتاعتي بتبقى مايلة، فبالتالي جزء منها طبعا بيبقى ظاهر فوق سطح الارض، فوق سطح البحر زي الجزء ده، وبقية الميل بيبقى تحت سطح البحر، وممكن ما يكونش باين بالعينين، بس طبعا ممكن يضر ببعض المراكب او السفن لو ما خدتش بالها وعدت قريب من الحواجز، لانه ممكن يدمر اجزاء فيها من تحت. فبالتالي المياه دي برضو ده عيبها التاني، انها السلوك بتاعها اللي نازل لتحت ده ممكن يبقى مضر في بعض الاوقات، فلازم المراكب تبقى بعيدة عنه شوية، بعكس الانواع الفيرتيكال. ممكن الفيرتيكال تقف جنب المركب، تقف جنب البريكس الفيرتيكال على طول، وممكن كمان تستخدمه كمينة يعني، وتنزل وتطلع من جنبه على طول، لان هو اصلا ما بيأثرش خالص على الارتفاعات، هو اساساته بتبقى تحت، وهو وفي الاغلب بتبقى اساسات عميقة، فبالتالي ما فيش حاجة، ما فيش مشاكل تأثر على سطح أو على التضاريس بتاعة المينا في المنطقة اللي هو فيها. الخطوة اللي بعد كده نبدأ بقى في موضوع الديزاين. الديزاين عندنا بينقسم لحاجتين، هيدروليك ديزاين اللي هو التصميم الهيدروليكي اللي هو لازم نعمله، وتاني حاجة بقى اللي هو الاستراكشر ديزاين. فمبدئيا الهيدروليك ديزاين الأساس فيه إن أنا عايز أجيب الأبعاد، الهيدروليك ديزاين بيساعدني ان انا اوصل في الاخر ارتفاع البريك ووتر ده عن سطح البحر مسافة قد ايه اللي لازم اخدها. طب ما هنا دلوقتي لو ما عملتش الهيدروليك ديزاين ده هفترض اي مسافة، ممكن حاجة من اتنين هتحصل، اما المسافة دي هتبقى كبيرة جدا فبالتالي كلفة كتير بدون داعي، دي حاجة. الحاجة التانية ممكن تبقى صغيرة قوي، فبالتالي ان لما بيجي يحصل موجة ممكن الموجة تحصل لها انها تدخل جوه المينا، وبالتالي بوجود البريك ووتر ده زي قلته، فلازم نعمل نشيك على الهيدروليك ديزاين ان السد ارتفاع السد هيكون كام من سطح البحر. يبقى دي المعلومة اللي احنا عايزين نجيبها، عايزين نجيب الارتفاع ده اللي هو الار ده من سطح البحر مسافة قد ايه. عندي حاجتين مفروض بيأثروا، عندي اول حاجة اسمها الرنب. ايه هو الرنب؟ هو ان لما بتيجي موجة بتخبط في الحاجز بيحصل انها ايه، بيحصل لها امتداد كده، بتطلع لفوق شوية. فالمفروض انا بحسب قيمة الرنب اشوف المسافة دي قد ايه كمسافة رأسية، ولو الحاجز اعلى منها خلاص يبقى تمام. فلازم سيف ان المسافة الاقصى الرأسية فوق سي ووتر ليفل تبقى أكتر من القيمة اللي بيحصل لها ران أب. الران أب على فكرة بيحصل ران أب وفي ران داون كمان، يعني الموجة لما بتيجي تخبط بيحصل لها إنها بتمتد كده، التصاق كده مع الحاجز وتطلع لفوق، وفي نفس الوقت لما بتيجي ترجع بيحصل لها برضو ران داون وبتنزل لتحت المسافة. فالمفروض في رقمين أو في ارتفاعين رأسيين، في قيمة الران أب كام وفي الران داون كام. هيهمني الهيدروليك ديزاين الجزء الاولاني ده ان انا اعرف قيمه الران اب دي قد ايه، ولازم ارتفاع الحاجز يكون ايه اكبر منها، دي اول حاجه. عندنا حاجه تانية اسمها الاوفر توبنج ديسشارج، المفروض برضو هنشيك عليها، ان في جزء من الامواج ده ممكن يحصل له اوفر توبنج يطلع فوق ايه البريك ووترز ويعدي. ده في حاله ان الار اقل من ارتفاع ران اب، فبالتالي انا عايز اعمل اشيك حاجتين، ان ما يحصلش ران اب عندي، او ان ارتفاع الحاجز يكون اكبر من قيمه الار الراسيه اللي بيحصل لها ران اب للموجه فيها. والحاجه الثانيه الكيو اللي تعدي لن نسمح ليها لو عدت حتى في وجود عاصفه تكون بكميه معينه ما تزيدش عنها.
الران اب زي ما قلنا كده هو الـ vertical distance، المسافة الرأسية من السي ووتر ليفر اللي بتوصل لها الأموال. يعني المفروض أنا هنا دلوقتي المفروض في الجزئية دي ده قيمة الران اب اهو بيحصل هنا ران اب للموجة اهو على الموجة، بس ما وصلتش حتى للهام، لكن هنا في الجزئية دي خلاص الران اب طلع والمية ايه طلعت كمان فوق الهامة وهتحصل لها انها تدخل جوه المينا. في الحالة دي اسمها اوفر توبنج، دي اسمها اوفر توبنج ديستشارج، ده التصرف اللي بيحصل له ايه بيمر من فوق البريك ووترز ويعدي كمان الران اب. بنحسب ارتفاعه الرأسي المسافة الرأسية بتاعته كام، الاوفر توبنج بنسمح بكمية قليلة جدا حسب الكود ايه الكمية اللي انا ممكن اسمح لها بس ان يحصل لها اوفر توبنج في المنشأ ده. زي ما قلنا الاوفر توبنج كمية التصرف اللي بيحصل لها ايه انها تقدر تمر من البريك ووتر في زمن معين من فوق الكريست بتاعه. الران اب عندنا عامل مهم جدا عشان اقدر احسبه الاربان نمبر او السيرفيس سيميلاريتي بارامتر اللي هو اوف ساي نود ده بيساوي تان الفا اللي هي الفا زاويه ميل البريك ووترز اللي احنا مستخدمينه ده المفروض ان احنا عاملينه بميل معتدل واحد لواحد يبقى الزاويه 45، اتنين لواحد يبقى المفروض الزاويه تقريبا 30 انا ما اتذكر يعني، او المهم يعني في زاويه هنا مختلفه. ثلاثة لاتنين برضو هتبقى الزاويه الفا لها قيمه، فالمهم ان الزاويه الفا دي زاويه ميل السلوب ده دي تان الفا على الجذر التربيعي ل اتش على ال، اتش اللي هو ارتفاع الموجه، ال اللي هو طول الموجه في العميقه. فالمفروض المعامل ساين نوت ده او الاربن نمبر بحسبه تمام. الران اب طبعا انتوا فاهمين ان الموجه ما بتبقاش حاجه ريجولار، بتبقى ايرريجولار وفي شويه حاجات في عواصف بتحصل وفي مد وجزر وفي شويه معاملات كتيره ممكن بتدخل معانا في الحسابات. طبعا مش هندخل في كل الكلام ده، بس احنا هندخل ان الران اب اللي احنا بنحسبه ده ران اب ل2% بس. الران اب كاحتماليه ان هو يحصل ليه نسب مختلفة، بس النسبة اللي احنا بناخدها في تصميم البريك ووتر هي ران اب ل2% دي اللي احنا بنستخدمها، بس مش هندخل بقى في التفاصيل ليه عشان ايوه شمس. معلش يا دكتور، السلايد اللي قبليه ال اتش بس بتعبر عن ايه وايه اللي بيعبر عن ايه؟ احنا هنتكلم لسه تاني، احنا لسه هنقول تاني ال اتش المفروض ارتفاع الموجة وال ال طول الموجة تمام جدا. تمام، بس يعني هناخد بقى حتة بقى ان هو ارتفاع الموجة ما بناخدهوش بالزمن العادي، هناخد المين بيريود هنكمل يعني. المهم تمام ماشي، ارتفاع الموجة ما باخدش بقى الارتفاع العادي، انا باخد اللي هو ايه ارتفاع الموجة هنا عند النقطة دي عند التوي فوق التوي بالظبط اللي هو المفروض اتش ام او اللي هو ارتفاع الموجة بس فوق التوي هنا. تمام، اتش ارتفاع اللي هو الارتفاع المفروض السي ووتر ليفل من اول البيض من القاع لحد السي ووتر ليفل، والمفروض بقى لو البحر فيه ارتفاعات مختلفة انا مرتبط بارتفاع عند بداية المنشأ عند بريك ووترز او عند بداية التوي، يعني عندي من اول هنا من اول التوي هنا بتاعي هو ده الارتفاع اللي انا مرتبط بيه، لان ممكن يبقى البحر في ارتفاعات وانخفاضات والتضاريس بتاعته زي ما تكون، انا بس بقى عايز ارتفاع البحر من اول ايه من اول المنشأ البريك ووترز اللي انا بستخدمه. المفروض ان انا عايز في الاخر اجيب ار سي دي اللي هي ارتفاع الحاجز من السي ووتر ليفل
تكون اعلى من قيمه الران اب واعلى من القيمه بتاعه الاوفر توبنج تشارج. لو انا جبت اعلى قيمه من القيمتين دول يبقى خلاص تمام، الار سي تمام كده، يبقى هي دي الفري بورد اللي انا محتاجها، اللي يعني قيمه الفري بورد اللي فوق السي ووتر ليفل لحد نهايه الحاجز، هو ده المفروض ان احنا اللي احنا عايزين ايه نحسب. المعادله بتاعتي شكلها ايه؟ المعامل اللي احنا جبناه ده قلنا بس في حته بسيطه كده ان احنا هنجيبه، مش اي اوبساي، هنجيب اوبساي عند ايه؟ عند التوي. هنجيب اتش اس ارتفاع الموجه ده عند التوي، وال او ام اللي هو طول الموجه، بس مش اي طول، طول باستخدام التايم المين تايم اللي هو تي ام، وده هيبقى معطى في المساله. فالمهم ان هو ال هجيب 1.56% التي ام تربيع، التي ده المين تايم ده هديهولكم في المساله، المفروض ده يبقى معطى، وارتفاع الموجه عند التوي برضو المفروض يبقى معطى، مش اي ارتفاع موجه. المفروض هنجيب من ده معامل السيميلاريتي، ده السيرفس سيميلاريتي، يبقى جبناه. لما ما حضرتك بتحسبه بيجيبه المفروض ده ليكم من الكومتين، يا اما لو هو محصور من 1 لـ1.5 في الحاله دي بستخدم المعادله الاولانيه دي، يبقى الران اب لاي نسبه في الميه، احنا زي ما قلنا كده احنا عايزين بنسبه 2% على الاتش اس اللي هو ارتفاع الموجه بيساوي ايه، معامل مضروب في الاوبساي اللي احنا حاسبينها اللي هي المفروض من 1 لـ1.5. ايه هو الايه ده؟ هنقول دلوقتي لو هو القيمة أكبر شوية من 1.5 وأقل من قيمة الدي على البي الكل أس سي، الدي والبي والسي ده رقم برضو بنحسبه على أساس، هنقول دلوقتي في الجدول ده هنقول بنحسبه إزاي، والجدول ده موجود معاكم في الجداول اللي هو في الكتيب اللي معاكم، الجداول اللي أنتوا هتدخلوا بيه الامتحان. لو الرقم اقل من واحد، يعني اكتر من 1.5 واقل من القيمه اللي انت هتحسبها من الرقم ده، فبالتالي محصور بين القيمتين دول، فخلاص يبقى تمام، هتحسب من المعادله دي يبقى الران اب على الاتش اس اللي هو ارتفاع الموجه بيساوي البي، معامل تاني غير الايه في الاوبساي الكل اس سي. لو الران اب كمان بقى، لو اللي سوري السيرف سيميلاريتي كمان المعامل ده اكبر كمان من القيمة اللي هتطلع هنا بس أقل من 7.5، بستخدم المعادلة دي. المعادلة دي بتقول إن الران أب على الـ HS ارتفاع الموجة بتساوي الـ D. إيه هو الـ A والـ B والـ C والـ D؟ دي معاملات بتختلف على حسب الميل، النسبة اللي أنا قلنا عايزين نعديها. إحنا قلنا إن النسبة بتاعتنا كام؟ 2%. النسبة اللي المفروض الران أب لنسبة 2%، فأنا عايزة أقصد 2%، يبقى الـ A بـ96%، الـ B بـ1.17%، الـ C بـ46%، الـ D بـ1.97%. تمام يا جماعة؟ يبقى أنا دلوقتي في إن أنا أقدر أحسب الـ Run Up مفيش أي مشكلة، كل الحاجات معلومة عندي، الـ A موجودة، الـ B، الـ C. هنا المفروض التان ألفا حضرتك عامل، أنت عارف الميل بتاع البريك ووتر نفسه، فعارف الألفا بتاعته كام؟ ال اتش اس ارتفاع الموجه قلنا هيبقى معطى في المساله، ال ال ام قلنا بيتحسب على بدلاله المين تايم، فلو حضرتك عندك المين تايم خلاص هتعوض في المعادله دي، هتجيب ال ال او ام ده اللي هو طول الموجه العميق. تمام؟ هو يا دكتور بالنسبه للمعامل دايما هيقع ما بين الواحد والسبعه ونص، يعني في الامتحان مش هيجي لنا اكبر من سبعه ونص ولا اقل من الواحد، مظبوط؟ المفروض ان شاء الله. تمام جدا. اكتر من كده في اصل في معادلات كتيره، بس احنا بس عشان واخدين حاجه واحده بس، احنا واخدين دلوقتي معادله فان مايار سنه 92، ودي مناسبه عشان تبقى للريجولار ويفز وفي حاله استخدام روكس احجار. يعني المفروض ان الانواع التانيه لو انا استخدمت غير روكس بقى اللي هي الانواع التانيه المفروض هتقلل كمان مش هتزود، فبالتالي لو هي مسيفه القيمه مع استخدام روك لجبت الران اب بتاعها فخلاص القيم التانيه هتكون اقل، فتمام. في زي ما قلنا كده بقى معادلات تانيه كتير احنا مش هنتكلم عليها، بس هنا في المعادله دي اللي احنا لما جينا نتكلم عن الران اب احنا ما خدناش خالص
لا نوع المادة، ولا إذا كان في عاصفة ولا لأ، ولا إذا كانت المية عميقة ولا قليلة، ولا إذا كان في بعض المنشآت البريك ووترز بيبقى موجود في بيرم في النص، يعني في ميل وبعدين جزء في بيرم وبعدين ميل تاني لفوق، تمام؟ فإحنا ما خدناش تأثير ده. فكل التأثيرات دي بتعمل نوع من أنواع نسبة الخطأ، فإحنا عايزين نعوض نسبة الخطأ دي، فدخلنا في المعادلة يبقى الران أب الحقيقي اللي أنا عايزه اللي أنا محتاجه على الـ HS بيساوي الران أب اللي حضرتك اللي إحنا لسه حاسبينه دلوقتي من المعادلة على الـ HS مضروبة في معاملات تصحيح بقى، كل معامل تصحيح من دول لحاجة معينة. يهمنا بس معامل التصحيح بتاع السيرفيس رفنس، أنا المفروض حاسب الران أب ده على إن السطح أملس، بس السطح مش أملس، السطح إيه؟ خشن، فبالتالي القيمة هتقل كتير عن إن أنا أكون واخدها إن هي سطح فن. بنفرضها بس مع بعض كده، لو إحنا بنتكلم على إن البريك ووتر ده من الصخور، بنفرض النسبة من ست من 50 لست من 5 من 10 ل 6 من 10، يعني من 50 ل 60% من القيمة بتاعة الران أب بس هي اللي أنا هحتاجها. ده معامل تصحيح عشان بس السيرفيس رفنس. طب بقية المعاملات، ده معامل تصحيح لو في موجود بيرم في النص في البريك ووتر ده، في بيرم فبالتالي المية هتطلع وبعدين في بيرم هيحجزها وبعدين في ميل تاني، فده معامل تصحيح تاني في حالة وجود البيرم، مش هنقول بيتاخد بكام. ده معامل تصحيح لو انا بتكلم على المية ضحلة قوي، كل ما كانت المية ضحلة كل ما كانت الموجة، يعني في معامل تصحيح للرقم ده المفروض ماخدوش بنفس القيمة غير لما تبقى المياه عميقة. فبالتالي لو المية ضحلة لازم اخد في اعتباري معامل تصحيح او ريدكشن للشالو ووتر افكت، لانها هتقلل من قيمة الران اب للموجة لو المية ضحلة قوي. زي ما قلنا كده الثلاث معاملات دول مش هنتكلم عليهم ولا هنقول الارقام بتاعتهم كام، دول بس المعرفة بتاعتكم تضم تقريبا بواحد، يعني كأنهم مش موجودين. ده برضو المعامل الأخير ده على اعتبار نوع الموجة، لو الموجة نورمال وعادية، لو الموجة مختلفة بيبقى ليه المعامل ده ليه أرقام وبيتجاب برضو. فاحنا دلوقتي المعامل الوحيد اللي احنا هناخده جاما آر اللي هو معامل الخشونة بتاع السطح. الران داون بيتاخد في الاحتياطات بس، هنا ده مش برضو مش مهم قوي، هو بيتاخد كنسبة بس عشان في التشيك بتاع في الديزاين في الاخر لما يجي يعمل الارمر لير ما ينفعش تقل المنسوب بتاعها، ما ينفعش يقل عن الران داون بس، يعني الران اب طبعا اهم اكتر في التصميم من الران داون. ندخل بعد كده الاوفر توبينج ستشارج. زي ما قلنا ان انا المفروض بعمل حساباتي ان القيمه اللي عندي للفري بورد اللي هي الار سي دي تبقى اكبر من الحاجتين، اكبر من قيمه الران اب، احنا حسبنا خلاص الران اب، واكبر من الاوفر توبنج او المسافه اللي انا محتاجها عشان خاطر ما يحصلش اوفر توبنج الا بنسبه قليله قوي. فمعادله الاوفر توبنج، في معادله اسمها اوين سنه 1980، المعادله دي بتقول ان كيو اللي هو التصرف اللي مسموح له انه يحصل له اوفر توبنج على الجي عجله الجاذبيه الارضيه، على اتش اس اللي هي ارتفاع الموجه، على تي ان اللي هو التايم المين تايم، بيساوي الايه، الايه ده معامل في اكسبوننشال، نفتح قوس سالب البي، البي معامل تاني، يبقى انا عندي الاي والبي دول معاملات هنجيبهم برضو. في الار سي اللي هي الفري بورد اللي انا المفروض انا عايز اعملها، المفروض حضرتك بتصمم فانت بتحط فري بورد بقيمه معينه على اساسها تجيب قيمه التصرف اللي هيجي كام، على الاتش اس اللي هو طول الموجه الجذر التربيعي لاس او ام على 2 باي في واحد على جاما ار اللي احنا لسه جايبينه اللي هو بتاع الكوركشن بتاع الرفنس السيرفيس رفنس، الاس او ام زي ما احنا لسه جايبينه في السلايد اللي فات هو عباره عن اتش اس على ال او ام اللي هو ارتفاع الموجه على الطول الموجي العميق، المفروض على 2 باي الباي انتوا عارفينها 3.14%. يبقى انا في المعادله دي الار اس الار سي الفري بورد لو انا عارف هي بكام هعرف اجيب قيمه الكيو بكام، بس انا دلوقتي هو انا عارف الار سي، ما هو انا عايز اصمم عشان اجيب ار سي بكام، فالطبيعي ان انا مش هجيب الار سي بكام، الطبيعي الا اذا كنت بشيك بقى لو انا عندي فري بورد، لو انا عندي بريك ووتر في مكان معين فانا عايز اشيك عليه واشوف هو فيه بيحصل اوفر توبنج ولا لا وكميه قد ايه.
ففي الحالة دي هيبقى عندي الفري بورد قد ايه، فهعوض بيها في المعادلة واجيب قيمة الدستشارج اللي بيحصل لها اوفر توبنج قد ايه. بس في الحالة بتاعتنا لا، العكس، انا حاضر العكس، احنا عايزين نجيب قيمة الار سي الفري بورد عشان ما يحصلش اوفر توبنج عندي. اول حاجة هنقول الاي والبي هي قيم بتجاب من الجدول، والجدول ده برضو هتلاقوه عندكم في الجداول. يا ريت تراجعوا الجداول، يا تراجعوا الجداول تاني قبل ما تدخلوا الامتحان وتعرفوا كل جدول موجود فين بالظبط. على حسب ميل البريك ووترز، يعني هنا السلوب بتاع البريك ووترز لو واحد لواحد ولا واحد واحد ونص ولا واحد لاتنين ولا واحد لتلاتة ولا واحد لاربعة، على حسب الميل بيديني ارقام المعاملات A و B. فانا حضرتك لو انا عندي الميل واحد لواحد يبقى ال A بتمانية من ألف والبي بعشرين، وخلاص انا هجيبهم بالجدول على طول بدلالة ميل البريك ووتر نفسه المنشأ نفسه. فالديسشارج، الديسشارج هي ليها المفروض ارقام اكسبتابل، يعني ليها ارقام ريكومندد من بعض الاماكن. احنا بس هناخد الارقام الاكسبتابل للنوع ده، دي ارقام اكسبتابل شويه ريكومندد يعني ان احنا نستخدمها للاوفر توبنج ديسشارج. على حسب نوع الاوفر البريك ووتر، لو انا عندي بريك ووتر بيحمي مينا جواه فبسمح بكيو يحصل لها اوفر توبنج بقيمه نص متر مكعب للثانيه للايه، للمتر الطول. لو انا بقى البريك ووتر ده من فوق الممشى بتاعه في عربيات بتعدي كمان، يعني انا بسيب ان العربيات تعدي، ففي الحاله دي القيمه بتبقى اقل شويه وبخليها الكيو اللي انا مسموح لها ان يحصل لها اوفر توبنج بواحد من 100 بس متر مكعب بير سكند للمتر. طيب لو انا بسمح لبني ادمين هم بس اللي يعملوا زي اللسان مثلا اللي موجود ساعات كتيره لما بيجي يعمل بريك ووتر في مصر، يعني بيجي عامل فوقها لسان كده والناس بتطلع تمشي عليه وترجع ومش عارفه ايه. فلو في الحاله ان في بس بني ادمين هم اللي بيمشوا وفي مشاه، في الحاله دي الرقم بيبقى اعلى شويه من العربيات، 5 من 100 برضو متر مكعب بير سكند للمتر الطول. دي كميه الميه اللي انا بسمح ان بس يحصل لها اوفر توبنج. فالمفروض لو انا عندي القيم دي اقدر استخدمها واعوضها هنا على حسب نوع البريك ووتر اللي انا هستخدمه، يبقى حضرتك خلاص في المعادله دي مفيش مجهول غير ار سي، يبقى اقدر احسبه واجيب قيمته قد ايه. تمام يا باشمهندس؟ هو دكتور انا لسه ما صممتش الاستراكشر بتاعه، فانا عارف الاسلوب ازاي؟ لا، الاسلوب ده موجود من الاول، احنا هنديه هديهولك في المساله، المفروض الاسلوب من الاول. انت بتشيك على الديزاين، فاكر يا باشمهندس؟ مش احنا زي ما كنا بنمشي على طول في تصميم تلت انت حضرتك بتفترض حاجه وتشيك عليها وتشوف في الاخر سيف ولا مش سيف، لا محتاج ازود الميل، لا محتاج اغير مش عارفه ايه، صح؟ تمام، يعني هو موجود معانا بس احنا نعمل بس عليه تشيك في المساله. هيبقى موجود. تمام جدا. في الطبيعه، في الطبيعه لما حضرتك بتيجي تصمم حضرتك بتفترض حاجه وتشيك عليها. ما هو برضه على فكره انا كل ما ازود الميل، الميل واحد لواحد غير الميل واحد لاربعه، كل ما بزود الميل كل ما مساحه القعده زادت قوي، وكل ما الميل اصلا عامل مشكله، فكل ما بتزوده كل ما بتزود بقى وبزود كل دي ماتيريال بتتحط على الفاضي. تمام جدا. ماشي. فالمفروض ان انا من المعادله دي خلاص جبت الفري بورد الجديده. الحاجه الاخيره بقى هاخد انهي فري بورد؟ هاخد الار سي اللي انا جايبها من المعادله دي ولا هاخد الران اب؟ هاخد الاكبر فيهم، القيمه الاكبر هي دي هتبقى قيمه الران اب، او سوري هي دي قيمه الفري بورد اللي انا هستخدمها. يبقى ده الجزء الاولاني اللي هو الهيدروليك زاين. خلاص زي ما قلنا كده في معادلات تانية لحساب الاوفر توبنج، معادلات احدث شويه وفيها معاملات كبيره داخله في الموضوع، بس احنا مش هنتكلم عليهم بقى، انتوا كفايه قوي عليكم المعادلتين اللي فاتوا، بس مش عايزين اكتر من كده. معادله واحده للران اب ومعادله واحده للاوفر توبنج وبس. طبعا الانهيار بتاع البريك ووتر ليه كذا احتماليه انهيار، كل جزء منهم ممكن ينهار، ممكن الارمور لاير دي يحصل لها انزلاق زي السدود. لو حدوا خط السدود وخط انهيارات السدود هتلاقوا في اجزاء كبيره قوي من الانهيارات دي قريبه من انهيارات السدود اللي بتحصل برضو، واللي احنا لازم نسيب المنشا على اساسها. فممكن الجزء الارمور ده يحصل له انزلاق ويحصل له كده،
ممكن الجزء كله، كل الجزئية دي يحصل فيرير في السويل، فالسويل كمان بجزء من السويل يحصل لها انزلاق وانهيار. ممكن جزء التوي ده يحصل له تآكل وبرضه يحصل له اروشن يعني نحر. ففي اجزاء كتيره، في انواع كتيره من الانهيارات، ممكن الهامه دي يحصل لها دوران او انقلاب وتتقلب. في كل في اجزاء كتيره من الانهيارات ممكن تحصل، مش هنهتم بيها قوي. الجزئيه دي برضو الانهيارات بقى عندكم بالتفصيل، هتلاقوها موجوده عندكم في الكتاب، بس احنا هنعدي الجزئيه دي. ندخل بعد كده في الهيدروليك، في الاستراكشر ديزاين. الاستراكشر ديزاين انا عايزه اصمم ده عباره عن منشأ تسقلي، منشأ عباره عن مجموعه من الطبقات. فايه التصميم بتاعه؟ يعني لا في حديد ولا في خرسانه ولا في اي حاجه. التصميم بتاعه ان انا اجيب، انا هستخدم احجار معينه، فاجيب قطر الحجر ده كام او وزن الحجر ده كام، ده مبدئيا. عرض الطبقه اللي فيها الحجر دي قد ايه؟ يبقى انا دلوقتي التصميم عندي في الجزء البريك ووتر ده هيبقى عباره عن ان انا اجيب قطر، او يا قطر يا وزن، يا وزن الحجر يا قطر الحجر اللي موجود، يعني قطر الحجر اللي موجود او وزن الحجر اللي موجود في الطبقه المواجهه للامواج دي، وكمان السيكنس بتاع الطبقه كله كام، يعني المسافه دي قد ايه، سيكنس الطبقه قد ايه، والفلتر نفس الكلام، السيكنس طبقه الفلتر قد ايه، والكور بقى طبعا انت عندك ميل من هنا وعندك ميل من هنا، فالكور محصور تقريبا، فهبقى محتاج بس ليه قطر الحبيبات او وزن الحبيبات اللي موجوده فيه برضو قد ايه. والتوي المفروض لو هصممه برضو هنقول تصميمه ايه، وهنقول ايه المسافه اللي احنا بنجيبها دي بتبقى كام عشان اقدر اصمم. ففي عندنا بعض الحاجات اللي لازم نبقى عارفينها كده، زي ما انتوا واخدين مثلا لو انا بعمل خوازيق تشيك للتربه لاي موقع، ما ينفعش باي حامل احوال يقلوا عن اتنين. فنفس الكلام هنا، مثلا انا بعمل طبقه من الرك عشان خاطر تحمي المنشا وتسد الامواج، فما ينفعش اقل حاجه خالص ان انا اقلل عن صخرتين في الايه، في كل طبقه. يعني المفروض يبقى في صفين على الاقل في كل طبقه، ما ينفعش اي حال من الاحوال يقلوا عن صفين. فاول حاجه ان لازم الطبقه الخارجيه دي والطبقه الداخليه مع الاقل استخدم في كل واحده فيهم صفين. طبعا الطبقه الخارجيه دي بتتكون من احجار كبيره جدا عشان خاطر تقدر تقاوم الامواج وتقاوم النحر كمان اللي هيحصل فيها، وتقدر تستحمل الطاقه اللي بتتفتت فوقيها، لان الموجه لما بتيجي تتكسر فوق البريك ووتر في الطاقه بتاعتها بتتفتت، ولو الاحجار دي ضعيفه هتكسر في الحجر نفسه، فلازم تبقى احجار كبيره فتتحمل التفتت بتاع الطاقه او انكسار الموجه فوقيها. الفلتر دي زي ما قلنا كده طبقه اخف شويه وارفع، ووظيفتها انها تحمي الكور ما يحصلوش تسريب يعني للسويل اللي موجوده داخل الكور. الكور في الاغلب بيبقى عباره عن ساند، طبقات ناعمه، ده ما فيهوش مشكله. والفلتر بيبقى حاجه منهم، حاجه وسط بين الطبقتين. التوي يا اما بيستخدم يا اما روك برضو، بس الروك كبيره شويه وتتحط في المكان ده برضو روكس عشان تحمي المكان ده، يا اما تكون خرسانه او بلوكات خرسانه مرميه برضو هنا في اخر البريك ووتر عشان ايه تحمي المنطقه دي، زي ما قلنا كده ما يحصلش انهيار ولا انزلاق للطبقات دي. سوري معلش ال PDF رجع تاني. طيب زي ما قلنا كده عندنا أول حاجة في الطبقات هي طبقة أرمور لاير اللي هي الطبقة الخارجية اللي هي المقاومة أصلا والمقابلة للأمواج، ودي اللي مهمة عندي أكتر. أقل حاجة زي ما قلنا إن يبقى فيها صفين من الأحجار، ما ينفعش يقلوا عن كده. نهايتها المفروض بتيجي الأحجار كده وبتيجي جاية ماشية هنا. فاكرين لما كنا بناخد رسم مدني كنا بنقول أقل حاجة في التدبيش لو انا عامل على المايل امشي كمان مسافه افقيه نص متر، ما ينفعش الا عن كده. نفس الكلام عندنا هنا،
انا عندي هنا طبقتين من الحجر وماشيين الافقي بقى، المسافه الافقيه اللي يمشيها قد ايه؟ اقل حاجه 3 حجرات، يعني ما ينفعش يبقوا حجرتين بس، لا اقل حاجه يبقى فيه 3 حجرات افقيين هنا عشان منطقه الكريست هنا تبقى فيه. تمام. يبقى اقل حاجه 3 حجرات في منطقه الكريست، واقل حاجه يعني في المسافه الافقيه، واقل حاجه في السيكنس طبقتين من الرو. الروك او المنطقه الطبقه الاولانيه خالص اللي هي الارمور لاير ممكن تبقى حجر طبيعي اللي هو الحجر الكبير اللي انتوا متعودين عليه، وفي بعض الاحيان بيبقى انا لما باجي احسب بلاقي ان انا محتاج حجره كبيره قوي اكبر من اللي موجود في الطبيعه، يعني ممكن احتاج حجره مثلا وزنها 56 طن يعني مثلا او 36 طن، مفيش حجره طبيعيه كده اصلا ولا بالحجم ده. فبيبقى الحل ان انا اعمل بلوكات مصنعة هي اللي تقدر تبقى موجودة وبالقيم دي. فبعد ما بقى كانوا الاول بيعملوا بلوكات مربعة، بعد كده لقوا انه كمان انا ممكن اعملها باشكال مختلفة بحيث انها تبقى احسن كمان وتقوم الموجة اكتر، ويبقى فيها مسمية ونفاذية، بالتالي تبقى تكسر الموجة بشكل احسن شوية كميكانيزم يعني. فبدأت اشكال كتيرة تظهر منها زي ما انتم شايفينها دي، كل الاشكال دي. وفي اسكندريه اللي راح فيكوا هيلاقي فيه انواع مختلفه من الاحجار الخرسانه دي او بلوكات الخرسانه اللي موجوده، يعني مثلا عندنا الانواع دي، النوع ده اسمه تيترا بولد، وده هتلاقوه اكتر واحد تقريبا مستخدم، يعني انا شفته كتير تيترا بولد. وفي الدولز بلوز، وفي الكور لوك، وفي الاكس بلوك، وفي ده اسمه ايه اكروبود اللي هو الشكل ده، وفي اشكال كتيره يعني. فاحنا ده عامه يعني اكتر الانواع اللي هتلاقوها مصنعه، التترا بود ده هتلاقوه كتير وشايع يعني هتشوفوه كتير. فالاشكال دي بتستخدم ايه؟ ده ان انا استخدمها المفروض ان في الاول لما باجي اصمم بصمم انا محتاج عادي روكس عاديه، لكن لما باجي اصمم بلاقي انها انصيف فبطلع ببدا اروح لاشكال تانية. هنا مقسمهم على حسب يعني الاوزان بتاعتهم او المسج يعني الكتله بتاعتهم. ففي اشكال رفيع سلندر، وفي اشكال فيها هولز كتير عشان يبقى فيها نفاذيه كتير، في اشكال بلوكي، في اشكال ماسيف. فالكلام ده يعني ايه مش للمعلومات بس. الطبقة عايزين الطبقة الفلتر زي ما قلنا هي نفس الكلام اللي احنا قلناه، كل الطبقات اي طبقة موجودة عندي ما ينفعش تقل عن طبقتين من الايه من الحجر بصرف النظر عن قطرهم كام، فأقل حاجة انها تبقى طبقتين فيها صفين يعني. ووظيفتها زي ما قلنا انها تمنع المادة الناعمة اللي موجودة داخل الكور انها يحصل لها ايه، انها تحصل لها لاشنج اوت، وكمان بتمنع البيز ماتيريال انها يحصل لها سكيب او تهرب من هنا، يعني هتلاقوا الفلتر كمان ممتد لمسافة افقية هنا، فبيمنع كمان البيز ماتيريال اللي هي في القاعدة دي ان يحصل لها هروب. وبتسمح بجزء من النفاذية بحيث انها تقلل البريشر اللي بيحصل على المنشأ، لأنها لو خرسانة وسد خالص فبالتالي هتمنع المية تمشي، فهتعمل بريشر على المنشأ زيادة يعني. فهي برضو فيها بتسمح بالمسامية وبتسمح بمرور المية، وبالتالي بتقلل البريشر اللي ممكن يتولد. وكمان هي وظيفتها إنها بتعمل احتكاك بين الطبقة الأرمر الخارجية وطبقة الكور الداخلية، فهي هنا في النص بتعمل فراكشن او احتكاك بينهم وبين بعض. دي وظيفة الفلتر لير. ندخل بعد كده في التصميم نفسه. آه
في معامل كده اسمه معامل الدمج، النسبة قد ايه بيحصل لها دمج من من الارمور لاير، بيحصل لها دمج وبيحتاج ايه. فبرضه الجزئية دي مش هنركز عليها قوي، ده جزء بتاع الدمج الاربان دمج، ده معامل الدمج برضه مش هنركز عليه. هندخل بعد كده في تصميم طبقة الارمور لاير. انا بصمم الطبقات يعني عايزة اعرف ايه ده عبارة عن حجر، سواء اذا كان بقى روك نفسه حجر او بلوكات من دي، هي عبارة عن صفين من حجر. فالحاجة الاساسية ان انا عايزة اعرف ايه وزن، عايزة اعرف البلوك ده اجيبه قد ايه، قطره قد ايه. فممكن اجيب يا اما اجيب القطر الدي 50 بتاعته كام، يا اما اجيب الايه الوزن بتاعه كام. اي معلومة من الاتنين خلاص هتوصلني. فبنعمل ايه يا باشمهندسين؟ بندخل في المعادلة دي ان ده اللي هو معامل الاستابيليتي، يعني معامل سوري السيف فاكتور، يعني معامل الامان، هو عبارة عن اتش على دلتا دي ان 50. فنسيب المعادلة دي بتساوي، ممكن ندخل على المعادلة دي، يعني المعادلة دي لخصها وجبنا منها صورة تانية بالتعويضات، يعني حطينا الدلتا بقيمتها وحطينا كل حاجة بقيمتها. فبالتالي بقت عندي المعادلة بالشكل ده. هي الدلتا عبارة عن ايه يا جماعة؟ جاما الأرمور لير على جاما الووتر ناقص واحد لكل تكعيب، هي دي قيمة الدلتا دي. تمام. يبقى أنا عندي المعادلة الأخيرة بتاعت هاتسون سنة 1959 اللي هي بتقول W50. يعني إيه W50؟ وزن، فاكرين عارفين أنتوا في السويل إن في عندي حاجة اسمها اختبار التدرج الحبيبي للسويل، عارفينه؟ ما يا باشمهندسين؟ تمام يا دكتور. باشمهندسين معايا ولا أنا؟ تمام. عارفين انتوا اختبار التدرج الحبيبي؟ تمام. يا دكتور. ماشي. كنت بتاخدوا انتوا حتى لما بتيجوا ساعات عايزين تجيبوا معامل الاختلاف، تاخدوا عندي دي 85% او دي 90%. يعني ايه دي 85 او دي 90؟ هي عبارة عن قطر المنخل اللي بيسمح بمرور 85% من السويل دي. هي دي 50، هي عبارة عن قطر المنخل اللي بيسمح بمرور 50% من السويل، لان طبعا التدرج الحبيبي طبعا ما فيش منخل، يعني ايه هو بس كلامنا اعتبار، هو ما فيش منخل يعني هيعدي الحجر الكبير ده، يعني احنا مش هنجيب فعلا مناخل ونعمل لها تدرج حبيبي او سيف اناليسيس، بس احنا قصدنا نقول ان الدي 50 هو قطر 50% من السويل، قيمه السويل او الدي 50 للسويل اللي موجوده. انا عندي ارمور لاير، فعندي هلاقي صخره كبيره صخره صغيره صغيرة، قطر 50% هو ده اللي احنا بنتعامل معاه في المعادلة دي. فأنا عندي W50 وزن الحجر الواحد هيساوي جاما أرمر اللي هي جاما اللي هي الطبقة اللي فوق دي في الـ H أس 3 على الـ KD، ده معامل هنقول برضو بيتحسب ازاي، على جاما أرمر على جاما ووتر ناقص واحد لكل تكعيب في كوتان الفا. كوتان الفا دي احنا خلاص احنا عارفين الالفا دي زاويه ميل البريك ووتر، واحنا فرضناها من الاول او جايه في المساله، فخلاص هقدر احسبها. جاما ارمر بقى دي بايه؟ جاما ارمر دي اللي هي جاما للسويل اللي انا للروك اللي انا هستخدمها. لو انا هستخدم الروك دي حجار طبيعيه، فبتبقى في الأغلب يعني الكثافة بتاعتها من 2.6 ل 2.65 طن على المتر المكعب اللي هو الوزن النووي بتاعها. لو هي جاما دي أرمر دي لبلوكات خرسانة، فبناخدها 2.3، طبعا دي خرسانة عادية، لأن وممكن ساعات بيبقى فيها حديد، بس احنا أغلب الأحيان يعني ما بتحطش فيها حديد عشان خاطر الصدى اللي بيحصل للحديد حتى لو فيه جوه يعني. بس عامة الجامة بتاعتي عبارة عن 2.3 طن على المتر المكعب لو هي خرسانة. لو هي أحجار أو ستون طبيعية، 2.6 ل 2.65
طن على المتر المكعب. جاما ووتر بقى اللي هي الجاما بتاعت السي ووتر، السي ووتر العادية يعني، يا 1.25 من 1000، لأنها طبعا السويل دي سيلتي، سيلتي ووتر مش فريش ووتر، يا 1.3 من 100 طن على المتر المكعب، حاجة في يعني بتروح من الرقم ده للرقم ده. يبقى انا خلاص انا عارف جاما ارمر دي بكام وجاما ووتر بكام، والاتش اللي هو ارتفاع الموجه ده احنا عارفينه بكام، وكوتين الفا بكام. انا ناقص لي بس الكي دي ده بكام، لو انا عرفته هقدر اجيب وزن الايه، وزن القطر دي 50 بتاع الحجر بتاعي ده كام. طبعا الوزن عشان احوله القطر هو عباره عن جاما ارمر في الدي 50 كل تكعيب، هو يعني هو دي معادلة تقريبية شوية، على اعتبار ان هو كما لو كان هيبقى بلوك يعني مربع، بس يعني دي معادلة تقريبية بنستخدمها عشان نجيب لو انا عايز احولها واجيب الدي 50 بقد ايه. يبقى ده الميديان ويت اوف ارمر لاير، ده المفروض الدبليو 50 اللي انا حسبته. فانا وانا حسبته خلاص هبقى خلاص جبت قطر الحجر قد ايه، فخلاص انا كده صممت الطبقة وما عنديش مشكلة. الكي دي ده الاستابيليتي كوفيشنت بيعتمد على ايه، على شويه معاملات كتيره قوي. بيعتمد اولا على كم صف من الحجر موجود عندي في الطبقه، يعني احنا بنقول مينيمم صفين، فبس ممكن يبقوا اكتر من صفين، فالكي دي ده بيعتمد على كم صف من الحجر موجود. بيعتمد على ان هو يا ترى متوزعين راندوم ولا يونيفورم، يعني التوزيع بتاعهم عشوائي كده العربية منزلاهم ولا لا، رصيصهم انا يونيفورم. بيعتمد كمان على اساس المنطقة اللي انا بتكلم فيها في البريك ووتر ده. البريك ووتر ده بس لو في صورة توضح اكتر، ايوه البريك ووتر في جزء منه اللي هو هنا اللي هو الجزء المقدمة ده، وده بيبقى في نص البحر، فبالتالي عنده الامواج بتيجي من هنا وبتيجي كمان من اليمة التانية. صح يا باشمهندسين ولا عن حد عنده مشكلة؟ لان الموجة لما بتيجي هنا وتلاقي نفسها بتخبط في الحاجز ده بيحصل لها دوران وبتلف وبتأثر برضو على الجزء ده. فعشان كده لما بيجي يعمل البريك ووتر برغم ان هو المفروض اللي جوه ده بيبقى مينا او حاجة، بس الجزء الاولاني من البريك ووتر بيعتبر ان هو فيه موجة كمان من جوه لحد مسافة لحد من 50 ل 60 متر، فبياخد ده بنسمي الجزء ده اسمه مقدمة الحاجز، يعني لأن هو من هنا ومن هنا الاتنين موجود فيهم ايه، أرمور لير عشان تقاوم الأمواج، على أساس إن الموجة ممكن تيجي من هنا أو ممكن يحصل لها دوران وتلف وتيجي من اليمة التانية. معايا يا باشمهندسين ولا حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ تمام. فانا عندي البريك ووتر بينقسم حاجتين، يا اما هيد يا اما راس البريك ووتر ده اللي هي الجزء الاولاني ده اللي هو مقدمه الحاجز، اللي هو بنقول زي ما بنقول كده بيبقى في عرض البحر لقدام شويه. وفي بقيه البريك ووتر، البريك ووتر ده ممتد عشان يحمي الميناء اللي جوه هنا، فانا عندي من يما واحده بس اللي فيها امواج، واليما التانيه خلاص الميناء جوه والميه هاديه وما فيهوش حاجه، فبالتالي ما بيحصلش مشكلة فيه. معلش هستأذنكم ثانية واحدة.
ايه باشمهندسين معلش معايا؟ تمام يا باشمهندسين سامعني ولا في مشكلة؟ معك يا دكتور. هو دكتور معلش، تمام هو بالنسبة للقانون اللي هو فيه ال NS ده مش تبعنا يعني، مش هنتكلم عنه ولا ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ال NS بيساوي HS على دلتا دي ان، القانون اللي هو هو ده بس احنا بس خدنا الصورة دي على طول عشان ما نقعدش من كده. هو ده تمام، بس مش هنتعامل يعني مع ال NS، لان يعني ال NS ما اعرفش اصلا بتاعت ايه. لا، احنا بنعتبر ان احنا معامل الامان بتاعنا واحد، احنا مش عايزين اكتر من كده. المفروض انت في الاخر بتجيب دي 50 اكبر من القيمة دي وخلاص. تمام جدا. تمام، زي ما قلنا كده. فاحنا عندنا في البريك ووترز عندنا حاجتين، منطقتين في البريك ووتر، منطقة اللسان او منطقة المقدمة، مقدمة الراس بتاعة البريك ووتر، ومنطقة اللي هي بعد كده الجذع بتاع البريك ووتر. فانا عندي في منطقة الهيد بيبقى عندي ارمور لاير من يمين ومن الشمال، ولما اجي اجيب في معادلة الارمور لاير اجي اجيب الكي دي، لازم اقول اذا كانت هي منطقة الهيد اللي هي في اول 50 متر من البريك ووتر، ولا بقيه الجذع يعني بقيه الطول. يعني انا عايزه اشوف هذا اجيب شكل، لو في شكل كامل من بعيد. لا ما اعتقدش ان في. مش واضح فيها. المفروض دي كلها كده يعني، حتى الميل هنا مختلفة عن دي، بس هي مازال في برضه هنا وهنا. أو مثلا منطقة زي دي، شايفين المنطقة المفروض ده هنا الهيد، المفروض يبقى في هنا وهنا أرمور لير، وبقية الجذع من هنا من جوه. لأ مش من جذع، حتى لو هنا المسافة دي داخلة وطالعة ومش عارفة ايه، لأن هو جوه المفروض خلاص مبقاش فيه، المينا من جوه هادية وما فيهاش مشكلة. فاحنا عندنا زي ما قلنا كده بنقسم الأرمور لير. أو زي منطقة ده حلوة اهو، ادي منطقة الهيد اهي، من يمين ومن الشمال موجود ارمور لير، وبقية الجذع هنا من هنا من بره ومن هنا من جوه مفيش خالص اهو. تمام يا شباب، حد عنده اي مشكلة؟ حد عنده اي سؤال؟ حد معانا اصلا ولا انتوا نمتوا ولا ايه؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام، تمام. فزي ما قلنا الكي دي ده بيعتمد على اساس الجزء اللي انا بتكلم فيه ده، تمنضاه في الجذع ترانك ولا في الهيد. تمام، فالمفروض على اساس هتلاقوا في الجدول بيفرق بين الحاجتين دول، احنا لسه هندخل على الجدول اهو. الحاجه الثانيه بقى الكوت الفا دي برضو زاويه الميل للبريك ووتر بكام، بتفرق برضو معايا. نوع الارمور لاير يا ترى ده روك يا اما تترابود او اي نوع تاني على حسب الانواع المختلفه من عندي اللي موجوده عندي في الجدول، هو نوعه ايه؟ ده برضو هيفرق بايه معايا في الكيت دي. الويفز نوعها بقى بريكنج ولا نون بريكنج برضو بيفرق معايا. فندخل على الجدول، الجدول اهو المفروض التيبل ده عندكم في الجدول المنحنيات برضو، وزي ما قلت كده تشيكوا على الجداول في جدول المنحنيات وتعرفوا كل حاجه فين عشان ما تتوهوش. تمام، المعادله دي طبعا هاتسون سنه 1959، دي معادله قديمه قوي، في معادلات تانية احدث بس احنا واخدين، احنا هنتكلم على دي بس يعني. فزي ما قلنا كده عندي الارمور لير، المفروض ان انا بدور بقى على ايه، عايز احط انا مثلا انا هستخدم ايه تترا بول، يبقى انا المفروض همشي حسب الصف ده، هجيب الارقام بتاعتي من الصف ده. طب لا ده انا عندي ستون عاديه، يبقى انا همشي حسب الصف اللي فوق ده. طب انا عندي انواع تانية بقى مختلفه، رف انجولار ومش عارفه ايه، او باليرار بيود، او انواع التانية دي، او دولوس، همشي حسب الصف اللي هو فيه. فمبدئيا مثلا لو انا عايزه اتكلم عن تترا بود يبقى همشي حسب الصف ده. عندي كام صف، كام واحد في زي ما قلنا كده في الطبقه بتتكون من صفين بس، يبقى ادي اتنين، هي اصلا الجدول ما فيهوش غير اتنين. متوزعه راندم ولا يونيفورم؟ هو متوزعه راندم اهو، يعني ما عند حضرتك ما عندكش اختيار يعني، هو كده كده الجدول ده ما فيهوش غير راندم، يعني لو يونيفورم الرقم مش موجود عندك في الجدول اللي هنا.
تدخل بعد كده بقى، يا ترى انا عايزه اتكلم على ستراكشر ترانك يعني جذع البريك ووتر، ولا المقدمه بتاعته حاجه في يعني لو انا هتكلم على الجذع يبقى حسب بريكنج ولا نون بريكنج. لو بريكنج هاخدها 7، لو نون بريكنج هاخدها 8. طب حسب الالفا، لاي الفا فيهم للثلاث الفات هي نفس الرقم 7 و8. طيب لو في منطقه الهيد، لا في منطقه الهيد حسب الزاويه بقى، لو قطان الفا ب1.5 يبقى هاخدها يا 5 يا 6، لو 5 لو بريكنج، 6 لو نون بريكنج. طب لو 2 يبقى 4.5 يا 5.5. تمام يا باشمهندسين معايا؟ طب لو انا عندي ستون عاديه يبقى هاخد الارقام اللي فوق 1.5 ل2.4 من 10، يا اما 1.2 من 10 ل2.4 من 10، يا اما 1.2 من 10 ل1.9 من 10، بصرف النظر عن الزاويه برضو كام. من اول 1.5 لحد 3 كوتان الفا شغاله معايا. تمام يا شباب معايا ولا في حاجه؟ تمام. احنا كده المفروض كده حضرتك بالمعادله كل الحاجات اللي باقيه موجوده، ان الجاما ارمور خلاص حضرتك فرضها، الاتش ارتفاع الموجه انت عارفه، الكيب معروفه، الجاما ارمور معروفه، الجاما ووتر معروفه، ناقص واحد كل تكعيب في قطن قلب. نيجي بس عند الاتش، يعني ساعات كتيره ما بياخدش الاتش العاديه، يعني بيحاول يزودها شويه عشان يقلل تكلفه. يعني انا عندي حاجه من اتنين، يا اما لو انا استخدمت موجه كبيره فبالتالي هيديني ارمور لير، الكتله هتديني كتله كبيره ووزنها كبير، فبالتالي مش هيحصل لها انهيار كل شويه ولا دامج كل شويه، فمش هعمل لها ريبير كتير. يعني بمعنى اصح كل ما سيفت وعملت الحجر كبير قوي فتكلفه الريبير بتقل. فانا عندي حاجتين، يا اما ازود ده يا اما اقلل ده، يعني يا اما استخدم اجيب احجار كبيره فبالتالي تكلفه الريبير تكون قليله، او العكس. فساعات بنستخدم بدل اتش اس ارتفاع الموجه ساعات بيستخدم اتش عش، دي قيمه ثانيه بتتجاب بدلاله اتش اس، هنقول بتتجاب كام يعني دلوقتي معانا، بس دي ساعات بيستخدمها في التصميم عشان خاطر يقلل تكلفه الريبير، على اساس ان هو بيزود وزن الحجر فبالتالي بيجيب احجار اكبر، فبالتالي مش هيحصل لها انهيار كتير قوي زي الثانيه، فبالتالي بيقلل تكلفه ان هو كل شويه يجي يعمل ريبير ويحسن ويعمل ريدامج للاجزاء اللي بيحصل لها انهيار في البريك ووتر ده. دي بس الجزئيه دي عشان بس تبقوا عارفين ان في ساعات ممكن استخدم اتش عشر بدل اتش ارتفاع الموجه. طبعا زي ما قلنا كده المعادله دي سنه 1959 ما خدتش في اعتبارها حاجات كتيره جدا، ما خدتش في اعتبارها اولا الويف بيريود قد ايه، يعني زمن الموجه ده قد ايه، نوع الموجه ده، لو في انواع دلوقتي بقوا عارفينها سبايلنج ولا بلونجنج ولا سيرجنج، ما خدتش كمان ان انا لو انا هسمح بالنسبه من التلف هسمح بنسبه قد ايه، لان انا عندي بستخدم احجار كبيره فانا ممكن اصلا اكون انا سامح بنسبه يحصل لها تلف او يحصل ريبير كل فتره، فده ما خدتهوش. زي ما احنا خدنا في الران اب بنسبه 2% او خدنا في الكيو اللي بيحصل لها اوفر توبنج 5% طن المتر مكعب، يعني بسمح بنسبه بسيطه عشان اقلل وزن البلوكات المطلوبه. وطبعا ما خدتش كمان النفاذيه، ولا لو في عاصفه موجوده ومده العاصفه، المفروض ان المنطقه دي معرضه لعواصف على طول، والعواصف دي بيبقى لها زمن لمده مثلا من المعتاد يعني ان اكثر العواصف اللي بتحصل لمده 5 ساعات 6 ساعات، فما خدتش الاعتبارات دي في معايا. فعشان كده المعادله دي لحد ما يعني ما فيهاش بارامتر كتير. في معادلات تانية بقى فاندمير وكذا معادله خدوا بقى الحاجات اللي احنا بنقول عليها ان المعادله الاولانيه بتاعتنا دي بتاعت هادسون دي ما خدتهاش، هم خدوهم في الاعتبار، بس احنا مش هنتكلم عليهم خالص، دول مش معانا. تمام يا شباب؟ دول برضو مش معانا خالص، احنا واخدين بس هادسون بس، احنا واخدين في كل حاجه معادله واحده بس، ابسط معادله.
لا فيهم يعني. تمام، حتى في منهم بقى بدأ ياخد كمان لكل شكل معادلة أصلا لوحدها، يعني تترا بود يبقى ليه معادلة والكيوبس يبقى لها معادلة، عشان بتبقى أكتر المعادلة دقيقة أكتر من معادلة واحدة لكل الأشكال ولكل الحاجات. ودي معادلة كمان اهي، ففي معادلات زي ما قلنا كده، في معادلات كذا معادلة مش هنتكلم عليهم خالص خالص. تمام تمام يا شباب، يا ريت بس تبقوا مركزين معايا عشان ما تتلخبطوش معايا يا شباب. ولا في حد عنده مشكلة ولا أو عنده سؤال؟ تمام يا دكتور، بس الصفحات بتيجي بعد ما حضرتك تخلصي كلام، في لاج يعني شوية. مش عارفة، ممكن يكون النت بسيط. صوت عن الصوت بس يا دكتور. طب الصورة خلاص، استنى شوية لحد ما الصورة تصعد. تمام قصدكم كده؟ تمام خلاص ماشي اوكي ماشي. الطبقات التانية التصميم بتاعها بقى صراحة سهل جدا. كل اللي احنا هنعمله هنفترضها نسبة من الارمور لير. احنا طب صممنا الارمور لير وجبنا وزن ال W50 بتاعتها كام، بس مش محتاجين اكتر من كده. بعد كده الطبقات الباقية كلها نسب من الارمور لير. فانا عندي تمام معايا، شايفين الشاشة؟ تمام. فكل اللي احنا هنعمله هنفترض هنجيب الفلتر كنسبة من، يعني لو حضرتك جبت اللي فيه ال W50 مثلا ب 30 طن، ال W للفلتر هيبقى عبارة عن هي قيمة ال W مقسومة على ايه؟ على 10. لو في طبقة كمان يبقى هي قيمة ال W مقسومة على كام؟ على 200. خلينا هنا، يبقى عندي هنا الفلتر، لو عندي طبقتين فلتر مثلا، اول حاجه الارمور لاير انا حسبت الدبليو بتاعتها من المعادله اللي احنا قلناها. الطبقات اللي بعد كده، اول طبقه دبليو على 10، ثاني طبقه دبليو على 200، الطبقه الكور الداخليه دي دبليو على 4000. يبقى انا كده خلاص انا جبت قطر الحبيبات للايه؟ للطبقات كلها من غير ما ادخل في اي معادله. طب لو انا عندي طبقه فلتر واحده بخلص دبليو على 10، و طبقة الكور دي أو السويل اللي موجودة في الكور بنعملها تدرج حبيبي مختلف من أول دبليو على 200 لحد دبليو على 4000. فندخل هنا أهو، فهنا دبليو من 200 لحد دبليو على 4000، دي المفروض إيه؟ على معلش في يعني متعلى هنا، دي المفروض قطر الحبيبات اللي موجودة هنا داخل الكور، ما عندناش حاجة تانية. هو كده خلاص يبقى حضرتك صممت الايه الثلاث طبقات بتوعك وجبت الدبليو بتاعتهم. بعد ما جبنا الدبليو بتاعتهم محتاجين بس حاجه كمان، ان احنا نجيب السيكنس بتاع كل طبقه قد ايه. فعندنا معادله هي معادله واحده برضو، بجيب منها السيكنس لكل الطبقات، ان في الكي دلتا في دبليو على جاما ارمر الكل اس تولت. الان ده عباره عن عدد الايه الصفوف زي ما احنا قلنا. لو انا بتكلم على طبقه الارمور يبقى الصفين 2، لو انا بتكلم على جزء الكريست بس يبقى الان بكام؟ ب3، عشان احنا قلنا اقل حاجه 3 حجرات، يعني اقل حاجه 3 حجرات افقيه تتحطوا في نفس المعادله، يعني كده كده نفس المعادله اهي، بس في جزء الكريست اقل حاجه ان هو يكون في حدود 6 متر، يعني ده المفروض عشان يعمل ايه؟ يعني المنطقة اللي في الآخر فوق دي هي دي لما بيجي يعمل المينا أصلا، يعمل بريك ووتر بيدخل عربيات عشان تنزل حجر يمين وشمال. فأقل حاجة عشان يعرف يدخل عربية وعربية والوينش جنبها عشان ينزل الحجر محتاج على الأقل 6 متر. فالبي أو عرض الكريست عندي مينيمم ما يقلش عن 6 متر، ده أقل حاجة خالص عشان أقدر أنشئ بريك ووتر، إن البي في الآخر ما تقلش عن 6 متر عشان مرحلة الإنشاء نفسها يعرف ينفذ. عندي هنا دلوقتي التي في الكي دلتا في الدبليو على جاما ايه في كل أس تولت. الدبليو حضرتك حسبتها
المفروض لكل طبقة احنا جبنا ال W50 للأرمر لير، وبقية الطبقات قلنا هنقسمها على 10 وعلى ايه وعلى 4000 خلاص. فانا حضرتك كمان عرفت ال W للطبقات كلها. ال K دلتا ده معامل بندخل هنا على حسب النوع، الأرمر لير نوعها ايه، لو تترا بار ولا تترا بود ولا سموث ستون او رفس ستون، بندخل وعلى حسب التوزيع بتاعها هي راندوم طبعا، واجيب الكي دلتا بكام. خلاص انا جبت المعامل الكي دلتا هنا بكام، هعوض عنه في المعادله دي، ما عنديش اصلا مجهول تاني، فخلاص جبت السيكنس بقد ايه. تمام يا شباب، حد عنده اي سؤال؟ يا دكتور بالنسبة لبقية الطبقات أنواعها هتبقى معمولة من أنهي نوع صخر عشان ندخل في الجدول؟ هو طبعا في الاغلب هيبقى ستون، يا اما رف يا اما سموز بقى على حسب الاستخدام، بس هي كلها ستون. وهيبان اكتر معاكم من المره الجايه ان شاء الله، هحل لكم مثال بالارقام. تمام جدا. ماشي. الاحتياطات بقى التنفيذ دي بقى اكتر تقروها، يعني تقروها من الكتاب. يعني مثلا المفروض ان انا لما اجي اتعامل على منسوب الكريست ما باخدش اي منسوب، انا باخد اعلى منسوب ووتر ليفل. يعني لما اجي اتكلم على السي ووتر ليفل هاخد انهي سي ووتر ليفل؟ المفروض سي ووتر ليفل ده مش ثابت، فانا باخد اعلى منسوب للسي ووتر ليفل، هو ده اللي اسود عليه الفري بورد. لو انا حضرتك انا بتكلم على الفري بورد مثلا طلعت معايا ب 6 متر، اخد 6 متر دول فوق كام؟ اشوف اعلى منسوب للسي ووتر ليفل هو ده اللي ازود عليه ال 6 متر عشان ده يبقى ايه منسوب الكريست بتاع البريك ووتر. ففي الحاجه الثانيه، لو انا دلوقتي المفروض انا عندي انا بعمل البريك ووتر ده وفي الاخر هعمل عليه ممشى ويعدي عربيات، فمينيمم عشان يعرف يعدي عربيات اصلا من فوق يبقى الجزء اللي فوق اللي هيتحط فيه الهامه او المنطقه اللي هتتسفلت عشان تعدي الطريق لازم تبقى على الاقل تعدي حارتين، فمينيمم من فوق هتبقى 6 متر. ما بالك يعني احنا كنا بنقول الاول الكريست نفسه 6، لكن انا لو انا عايز كمان اعدي عربيات لا، الكريست نفسه مش هيبقى 6، هيبقى اكتر كمان، لان انا عايز المسافه اللي في النص اللي هي الكور ده من هنا من النص تبقى فوق 6 متر. يعني كريست يمين وكريست شمال وفي النص كمان مسافه 6 متر. دي الاحتياطات زي ما بقول لكم كده، المفروض ده في التصميم المفروض ان مسافه الكور ده المينيمم انها تبقى 6 متر الاولانيه، لكن لو انا كمان هسمح ان ده يعدي عليه عربيات بعد كده فلازم هتزيد عن كده كمان، فمينيمم انها تبقى 6 متر عشان تاخد العربيه والونش اللي جنبها اللي هو ده اللي بياخد الحجر ويرصه جنب. معلش فالبي كور كان السؤال اللي بتقول ان الكريست ما يقلش عن 6 متر، دلوقتي الكور هو اللي ما يقلش عن 6 متر ولا الكريست؟ ما هو الكريست على فكره بيتحط هنا، الكريست هيبقى فوق الكور لو انا ما عنديش عربيات ما عنديش اي حاجه، الكريست بيبقى ثلاث حجرات هنا صح؟ احنا بنتكلم في مرحله الانشاء، مرحله الانشاء انا محتاج على الاقل عرض الكور من فوق 6 متر اللي هو نفسه اللي احنا بنقول هيبقى بعد كده الكريست، ما هو انا هحط الثلاث حجرات برده ما يقلش عن 6 متر ما هو هيبقى هنا، لكن لو انا هعمل ده ممشى كمان بقى لا هنزود عن كده. يعني البي كور ديت القصد بالكور هنا اللي هو برضك الكريست مش الكور اللي هو الكور نفسه يعني؟ لا مش قصده الكريست بقى، قصده المسافه دي من فوق اللي هي الاخر المايل من هنا ومن هنا. تمام جدا. المسافه الافقيه اللي من الكور، لان هو الكور مش العربيه دي مش هينفع تمشي فوق الحجر، يعني ممكن بعد كده بقى يبدا يرص الكريست من قدام وهو راجع لورا لو خلاص السطح من فوق كله هيبقى حجر، بس في الحاله دي بقى ما فيش عربيات خالص ومفيش اي حاجه هتعرف تعدي فوق. واقدر كده اقلل الكريست عن 6 متر، لكن قبل وانا في فتره الانشاء لازم يبقى 6 متر على الاقل. ايوه، ولو انا بقى كمان عامل حساب ان هيبقى في ريبير بعد كده وهحتاج عربيات برضو تعدي، يبقى 6 متر دي برضو هتبقى محتاج كمان ان انا ازود 6 متر للكور غير بتوع الكريست كمان. يعني انا محتاج ان انا ازود كمان، يعني محتاج ان يبقى في 6 متر للكور لوحدهم غير ال 6 متر بتوع الكريست لو انا عايز عربيات تفضل تبقى ماشيه رايحه جايه في فوق الكور. الكور يعني عامه مش هينفع عربيات تعدي من فوق الكريست، الكريست ده عباره عن حجر وحجر كبير، ما ينفعش عربيات تعدي من فوق صح ولا لا؟ تمام. يا بس منطقه فلو انا عايز منطقه الكريست، ما انا بقول لك اهو
لا انا في الاخر هيبقى في عربيات برضه هتعدي، يعني في ساعات بيبقى اصلا عامل حاجز، الحاجز ما ينفعش، في بعض الحواجز بوست عليها في اسكندريه وحاجات ما ينفعش اصلا حاجه تعدي فوقيها، خلاص هو عاملها حجر وبس خلاص، فمش محتاج، هو عنده كريست وبس ما عندوش حاجه تانية. لكن لو انا عندي دلوقتي انا هعدي عربيات او اعدي حاجه او هعمل ريبير، المفروض ده مينا وكل شويه هبقى محتاجه اعمل ريبير من فوق الكور، هعمل الريبير من هنا من فوق الكور في المنطقه دي، لا في الحاله دي لازم اعمل 6 متر كمان تانيين غير ال6 متر بتوع الكراسي. تمام جدا، يعني بفتح زي طريق كده للعربيات فيه. ايوه تمام تمام جدا. مش الكور كريست ليفل طبعا، طبعا احنا الهاي ووتر ليفل بالاضافه الى من نص المتر، دي ارقام احنا كده كده حضرتك بتشيك وبتتاكد من الفري بورد، وقلنا هناخد الكبيره، فالرقم ده بس ايه، ده رقم معتبط في الاول اللي هو هاي ووتر ليفل حضرتك وصلت له بالاضافه الى من نص المتر بس كده زياده، زياده امان. ندخل بعد كده في التوي، تصميم التوي ده اخر جزئيه هنتكلم عليها في التصميم، الهامه مش هنتكلم على تصميمها بس هنقول بس فكرتها بس، بس مش هنتكلم على تصميمها، مش مطالبين بيه، تعرفوها للمعرفه بس. فانا عندي التوي حاجه، التوي ده هدفه الاساسي ايه؟ انا دلوقتي لو انا سايب الجزء ده مايل كده، فوارد ان يحصل ايه؟ ان يحصل جزء من السويل يحصل له انزلاق كده، فبالتالي الجزء ده ينهار ويجي كده، ده وارد. الحاجه الثانيه ان الميه هنا عماله الموجه تضرب موجه جامده، فوارد انها تعمل تاكل للجزئيه اللي هنا، تعمل لها سكاورنج، وبالذات ان ايه الميه الموجه دي بتبقى جايه جامده يعني، وبتتكسر هنا كمان، يعني في طاقه كبيره بتفقد في المنطقه دي، فمكان ده فيه طاقه عاليه نتيجه ضرب الموجه وانها فقدت طاقتها كلها، فبالتالي هنا فالمنطقه دي معرضه لدوامات وشويه، وحركه الميه فيها بتبقى سرعتها عاليه قوي وفيها دوامات كتير، فبالتالي عرضه انها يحصل لها سكاور. فانا عندي هنا او هنا كان الحل ان هو يعمل توي، يحط حاجه هنا، يعني بدل ما يحصل ما يسيب الميه يحصل لها سكاور هنا او يحصل انزلاق للتربه هنا، فحط التوي بحيث ان هو يبقى وجوده بيمنع الحاجتين دول ان هم يحصل، بيحصل بروتكشن نتيجه اجينست السكاور ان ما يحصلش نحر في المنطقه دي ويحافظ عليها، وبروتكشن كمان عشان ما يحصلش سيركولار فيلير ويحصل انهيار للجزئيه دي، ويحصل ايه ان التربه دي تهرب وتلف كده ويحصل انهيار ليه. فده وظيفه التوي اللي بيبقى موجود هنا او الادمه اللي موجوده تحت. التوي ده معادلته اهي، هي برضو نفس الكلام المعادله الاساسيه، بس ايه هنا معامل الامان قلنا مش هندخل هنا في المعادله الثانيه، 1.6 على ان او دي الكل اساسيه 15% ناقص 4 اتش تي على اتش اس، هناخد المعادلة دي يا باشمهندسين. ال NOD ده بناخده نص فور نو دامج، يعني على اعتبار ان احنا بنفترض ان مفيش دامج هيحصل عندنا، الجزء بتاع الدامج بس احنا ما احنا عديناه في اول المحاضرة فما اتكلمناش بالتفصيل، فال NOD هتاخدوها بنص وخلاص، عشان بس يعني مش عايزة احط لكم معلومات كتيرة، فبناخد الحد الأدنى بس من المعلومات عشان ايه الترم قليل او السنة دي. ال HT الووتر ديبس عند التوب بتاع التوي، فهنا ال HT ده من اول التوي لحد سطح الميه، انهي سطح ميه؟ لما كنا بنصمم الحاجز نفسه البريك ووتر وعايزين نصمم حاجه فوق بناخد الهاي ووتر ليفل، لكن لما بنيجي نصمم التوي انا عايز تحت، فانا كل ما الحاله كريتيكال ان الميه تكون في اقل منسوب ليها مش في اعلى منسوب ليها، لان كل ما الميه على فكره كان المنسوب قليل كل ما كان تاثير الموجه اكتر على التوي، لانه هيحس لان المسافه هتبقى قريبه، الموجه انتوا عارفين بتبقى فوق في الطبقه السطحيه هنا،
فكل ما كان الارتفاع ده كبير كل ما كان التوي مش متأثر بالموجة، فلا كل ما الارتفاع قليل كل ما التوي يتأثر. فبالتالي لما باجي احسب للتوي، التوي الوحيد بقى اهو من اول هنا بس في التوي بس، هياخد اقل منسوب للسي ووتر ليفل، مش هياخد اعلى منسوب للسي ووتر ليفل، بناخد اقل منسوب للسي ووتر ليفل. فالاتش دي ده ارتفاع من اول التوي لحد سطح البحر او اقل سطح للبحر، اللو ووتر ليفل للبحر. البي تي هتاخد الماكسيمم يا اما 2 اتش اس اللي هو طول الاثنين طول الموجه، يا اما 4 من 10 دي اللي هو طبعا في الاخر ما بيقلش عن 3 حجرات. احنا قلنا اي مسافه افقيه ما تقلش عن 3، زيها زي الايه زي الكريست هنا، احنا قلنا الكريست برضو اقل حاجه 3 حجرات، فهنا برضو التوي اقل حاجه اللي هي المسافه بي تي دي اقل حاجه 3 حجرات، يا اما ناخدها 2 تي اتش، 2 الاتش ارتفاع الموجه، يا اما 4 من 10 من الدي، يا اما اقل حاجه 3 حجرات. المعادله دي كلها المفروض الاتش دي ده حضرتك تقدر تحسبه، انت عندك السي ووتر ليفل كام، وعندك التي تي ده احنا المفروض بنقول 2 حجرتين، فحضرتك تقدر تحسبه من نفس نوع الحجر اللي انت استخدمته في الارمور لاير، فتقدر تحسب التي بالمعادله اللي احنا لسه واخدينها في الارمور لاير ازاي اجيب الثيكنس اقدر احسب. فبعد ما احسبه وانا عندي صفين بس من الحجر يبقى خلاص جبت التي تي قد ايه، و اقدر احسب الاتش تي بكام، وبالتالي يبقى انا عندي دي موجوده والاتش اس موجوده والان موجوده وده 1.6، كله تقريبا موجود عندي، اقدر اجيب المعامل الان عامل الامان كام، او العكس ان انا احسب ده واجيب منه الاتش تي احسبه هو اللي بيساوي كام، وبالتالي ان هو بيساوي الدي ناقص التي تي اللي هو سوري معلش لا ما انا لخبطتكم ولخبطت انا كمان معاكم. في المعادله دي الاتش تي هو عباره عن الدي ارتفاع الميه ناقص التي تي، فانا عندي في المعادله دي مجهول واحد هو التي اللي هو الزمن ده اللي هو ارتفاع الطبقه دي اللي احنا عايزين نصممها، فانا عندي البي تي انا هحسبه من هنا وعندي التي تي هحسبه من المعادله دي. المعادله دي هدفها الاساسي ان انا احسب التي بكام، الان وعامل الامان خدوه بواحد. تمام يا شباب معايا؟ معلش انا لخبطتكم، معايا يا جماعه ولا تهتوا مني؟ دكتور من القاع لحد الوتر ليفل انه بقى اللي ايه؟ هو الدي 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 لا لا حد اللو حد اللو ماشي تمام. هو بس مش مرسوم مش مرسوم بتاعه، ما احنا قلنا الدي هو عباره عن الاتش تي ناقص ايه التي، وعلى فكره كمان المفروض مش التي بس ده كمان ناقص التي كمان بتاعت الفلتر كمان، بس يعني ممكن في المساله ممكن تعديها وتحسبها ناقص الاتش الدي بتساوي الاتش تي ناقص الاتش تي زائد التي تي وخلاص، ما تدخلش الفلتر معاك. تمام يا شباب؟ يعني دكتور من المعادله اللي فوق هجيب الاتش تي والتي تي هتبقى معايا التي هيبقى معايا مثلا فاجيب التي. ايوه بالظبط ايوه تمام. انا عايزه اجيب في الاخر التي سيكنس كام، انا بصمم طبقه التوي ان انا اجيب المسافه العرض البي كام، قلنا البي هنحسبها يا اما 2 من 10 اتش يا اما 4 من 10 دي، اخد الاكبر فيهم وطبعا المينيموم في الاخر انها ما تقلش عن 3 حجرات، يعني المفروض في الاخر كمان احسب لو 3 حجرات اجيب التي بتاعتهم بكام من هنا، لازم المفروض انها تاخد الاكبر في الثلاثه دول، يعني عندي الاكبر في الثلاث حاجات 2 اتش اس او 4 من 10 دي او 3 حجرات. الثلاث حجرات دي هجيب السيكنس بتاعهم ازاي من المعادله اللي فاتت، المعادله اللي انا بجيب منها التي سيكنس بتاعتي. يعني المعادله اللي فوق دي يا دكتور بنجيب منها الاتش تي والاتش تي دي بنجيب منها ال تي تي بس. ولو المعادله اقل من 2 ستون بناخد 2 ستون بتاخد 2 ستون. ايوه تمام كده. والمعادله الثانيه بتطبقها هنا بقى عشان تجيب البي تي تاخدها الاكبر بس من الثلاث ارقام، يا اما 3 ستون يا اما 4 من 10 دي يا اما 2 اتش اس. تمام تمام
هو تقريبا والستون ايوه يبقى معطى في المسألة. ايه، عرض الستون هيبقى معطى في المسألة. لا ما انت بتحسبه يا باشمهندس بقى، ما هو ده نفس الستون اللي احنا هنستخدمها هنا، انت هتستخدم نفس الستون اللي انت هتستخدمها في الارمور. مش حضرتك اللي صممت، حضرتك جبت ان انت محتاج ارمور ستون بقطر كذا. انا جبت الوزن بس هو القطر انا جبته. ما احنا قلنا القطر عبارة عن جاما في الدي اس 3. تمام طيب تمام يعني الدي ده هيطلع هو العرض بتاع الستون يعني؟ لا ما بنجيبوش بكده، عشان تجيب السكنس بندخله في المعادلة اللي احنا قلنا عليها اللي فاتت دي. انا اقصد القطر هو هيعتبر البي بتاع الستون، اللي هو العرض بتاع الستون يعني. لا ما احنا قلنا ان البي هتتاخد حاجة من التلاتة دول، الأكبر في التلاتة دول، يا إما تلاتة ستون. التلاتة ستون بنجيب عرضهم منين؟ من السكنس يا باشمهندس، من السكنس، من المعادلة اللي فاتت، المعادلة بتاعت السكنس، المعادلة دي. احنا قلنا المعادلة دي لأي سكنس لأي حاجة، إن في الكي في الأومي في دبليو على جاما أرمور الكل أس تولت. تمام، المعادلة دي تجيب لك أي سكنس لأي طبقة فيها حجر مع بعض، لأن أنا أصل الحجرتين ما بيبقوش جنب بعض كده، يعني ما بتحطوش جنب بعض، فاخد الدي دي سايد الدي دي، هي ما بتتحسبش بالشكل ده. تمام يا شباب، ولا لسه حد عنده أي سؤال؟ تمام يا دكتور، بس يا ريت كفايه كده عشان كبير الصراحه. القانون ما احنا كده كده خلاص احنا خلصنا، انا بس هنقول بقى، هنقول شويه حاجات بس للمعلومات ليكم. في حاجات واخد بالك منها زي ما قلنا كده، لما انا بتكلم على راس المقدمه بتاعه البريك ووتر بيبقى فيها من اليمتين بيبقى فيها ارمور لاير من يمين ومن الشمال، لكن لما باجي اتكلم على الترانك او الجذع بيبقى فعايزين تاني عشان تبقوا عارفين يعني ده المفروض الشكل ده بيبقى موجود انت، ده موجود في الجذع في الترنك، يعني عندي ارمور لير من يمه واحده، وعندي اليمه الثانيه بقى بيبقى اخر حاجه فيها الفلتر بس، لان هنا المينا وما فيش عندي حاجه، بس عايز احمي الكور وخلاص. تمام، في المنشأ ده بيبقى فيه ساعات بيحط هامه كده بحيث ان الجزء ده يعدي على البني ادمين او عربيات، وفي نفس كمان الوقت كمان بيطلع بيبقى مرتفع شويه بحيث ان لو في موجه يقف ويسد كمان، عشان ما يحصلش ما يبقاش مسموح ان الموجه تعدي، لان احنا عاملين هنا طبقه فلتر عاديه، الموجه لو جت هنا هتحصل ايه؟ هتاكل الفلتر ده اصلا كمان. فعشان كده دي حاجه من الحاجات اللي ممكن ايه، الهامه اللي بتتزود فوق كده عشان خاطر الموضوع ده. وزي ما قلنا جزء المقدمة بيبقى جزء متماسك، بيبقى عندي أرمور لير من هنا ومن هنا ومن جميع الجهات، وفي الأغلب بيبقى جزء زي جزء دايرة ده. تمام، بعكس بقية الجذع بقى لا، بيبقى جزء واحد بس اللي شغال والجزء التاني مش موجود معانا فيه أرمور لير، بيبقى آخره طبقة الفلتر بس زي الأشكال اللي احنا شايفينها كده. وفي جزء الهامة من فوق بيبقى فيها الهامة اللي احنا بنحطها دي، بيبقى شكلها عامل زي حرف اليو كده خرسانه، بحيث انها من جوه بقى تسمح بمرور عربيات بني ادمين اي حاجه بقى على حسب انت مصممها لايه. دي جزئيه الهامه اللي احنا المفروض كنا بنتكلم ان احنا ان انت المفروض تبقى عايز تصممها، بس احنا مش هنتكلم في تصميمها، بس مش ما انتش مطالب بتصميمها. لكن لو هو جزء في الجذع بقى بيبقى كفايه قوي شكل حرف ال، مش لازم يبقى حرف يو كامل، فبيبقى ال بس من يمه دي عشان يمنع يعني في موجه تدخل، زي ما السؤال اللي انت كنت تساله تقريبا او واحد من زمان مش فاكره مين اللي كان بيساله، لا ادي جزء الكريست اهو، وادي الجزء اللي بيسمح بمرور العربيات عليه اهو، فانا عندي البي دي هي المسافه دي اللي بتسمح بمرور العربيات دي، اللي ما تقلش عن 6 متر بقى غير الكريست، الكريست اهي، لان انا العربيات مش هتعدي عندي فوق منطقه الكريست، فعندي الكريست ما زالت موجوده، وعندي ده المسافه اللي العربيات تمشي عليها. بتتصمم ازاي؟ هو تقريبا الهامات دي بتتصمم زي الريتيننج وول، نفس التشيكات اللي هي الاساسيه، تشيك اوفر تيرنينج، تشيك سلايدنج، تشيك ستابيلتي، بس اللي بيفرق بس الاحمال اللي عليها، هنا الضغوطات مختلفه، هنا ضغط الضغوط
الضغط اللي عليها بيتحسب ازاي وبيجي منين، وهنا برضو ضغط التربة من تحت برضو بيجي منين بتحسب ازاي. فدي بس الفروقات اللي بتفترق بين حاجة وحاجة، بس كتشيكات كأساسية يعني. ممكن بس بعد كده في كل هيحتاجها ممكن يبقى يقراها في أي كتاب ويشوف كمية الضغوط دي بتجاب بتتحسب على أساس ايه أو منين. وعلى العموم هو الكتاب موجود فيه التفاصيل، اللي حابب يزود معلوماته يعني يتفضل، واللي عنده أي سؤال بيسأله لنا احنا موجودين. فعندك المفروض تصميم الهامة برضو، بس احنا قلنا زي ما قلنا كده مش هنتكلم عليه. المرة الجاية إن شاء الله هنحل مع بعض مسألة example solved example مع بعض بالتفصيل. حد عنده أي مشكلة؟ هو الدكتور ان شاء الله فاضل لنا نظري ولا هي مسألة بس؟